سنتخطى في نقاشنا التفاصيل الفنية المرتبطة بهذا البيان السري الذي أعلن عنه، ولكن الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا ظهروا في العلن، هل من قراءة سياسية لماذا الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. بطبيعة الحال الموضوع أولا وأخيرا هو سياسي قبل أن يكون فنيا، أو لأنه حينما تتذكر أخي الكريم كانت المفاوضات تدور وكنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى اتفاق في اتفاقية العمل الشاملة والمشتركة، وهي الاسم الرسمي لخمسة مفاوضات 5+1 الخاصة بالملف النووي مقابل رفع العقوبات. كان لم يكن هناك حديث كثير حول خرق إيران لالتزاماتها تجاه وكالة الطاقة الذرية. هذا الأمر يظهر أكثر حينما تتعثر المفاوضات وحينما تكون هناك مشاكل. الآن كما تعلم هذا المفاوضات تعثرت بصورة كبيرة في مارس الماضي، كانت قاب قوسين أو أدنى من الوصول لاتفاق. ظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية، تأجل كل شيء، تم اتهام إيران بأنها تزود روسيا بمسيرات ذات طبيعة هجومية، إسرائيل تسرب كل يوم تقارير عن أن إيران قطعت شوطا كبيرا في برنامجها النووي. قبل أيام قالت الخارجية الأمريكية أن إيران يعني المحادثات الخاصة بالاتفاق دخلت الثلاجة وتم تجميدها تماما، ومن هنا بدأت التقارير الخاصة بوكالة الطاقة الذرية تظهر، وبالتالي يمكن فهم السياق العام لهذا الأمر. لكن أيضا إيران لم تخفي مثلا أنها حينما تعثرت المفاوضات قالت أنها ستزيد تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% ثم في بعض الأنواع الأخرى إلى نسبة 60%. الجزء الفني هنا له صلة مهمة، لأنه كما تعلم أن وكالة الطاقة الذرية تسمح للدول الأعضاء غير المنضمين للنادي النووي بأن يجروا نشاط نووي سلمي للاستخدامات السلمية بحيث لا تزيد نسبة التخصيب عن ما بين 3-5% على ما أتذكر، وربما 3.5%. ما فعلته إيران أنها رفعت ردا على قرار تجميد إلغاء ترامب للاتفاق النووي سنة 2018، ثم بعد تعثر المفاوضات الآن رفعت مرة إلى 20% ومرة أخرى إلى 60%، وهذا الأمر من وجهة نظر خصومها يعني أنها تقترب من الامتلاك التكنولوجيا اللازمة لصناعة قنبلة نووية، وهو ما تنفيه إيران بطبيعة الحال. كل هذا الأمر ينبغي أن نضعه في السياق الصحيح، وهو أن هناك مشكلة كبرى وصراع أكبر بين إيران والدول الغربية وإسرائيل، خصوصا بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتخفيه يعني ينشط تارة تحت القنبلة النووية، تارة تحت المسيرات إلى روسيا، تارة أخرى التدخل في دول عربية ودول الجوار، وتارة رابعة تحت الصواريخ البالستية. هل هذا التقرير السري مقدمة على الأقل استهداف آخر داخل طهران فيما يتعلق بالإعلانات المبهمة مبهمة الفاعل في الفترة القادمة؟ بطبيعة الحال نعم، لأنه إذا وضعنا الأمور كلها بجانب بعضها البعض، إيران الولايات المتحدة والغرب يفرضون عقوبات كل يوم بسبب فكرة المسيرات إلى روسيا، وإسرائيل تعلن كل يوم أنها سوف تستهدف البرنامج النووي الإيراني. سمعنا قبل 3 أيام أن هجوما تم بمسيرات ضد منشأة عسكرية مهمة في أصفهان. إيران نفسها اعترفت بالحادث وقالت أنه لم يؤدي إلى خسائر في الأرواح أو في المنشآت، بمجرد أنه أصاب أحد أسقف هذه المنشأة، في حين أن الصحافة الإسرائيلية تقول أنه سبب أضرارا شديدة. صحيفة أمريكية قالت بالأمس أن إسرائيل هي التي نفذت هذا الهجوم ضد هذه المنشأة العسكرية. نعلم أن إسرائيل استهدفت منشآت عسكرية إيرانية سواء بهجمات سيبرانية أو بهجمات فعلية، استهدفت أيضا بعض رموز البرنامج النووي الإيراني خصوصا فخري زادة. الولايات المتحدة اغتالت قاسم سليماني خارج مطار بغداد مع أبو مهدي المهندس قائد الحشد الشعبي العراقي في يناير قبل الماضي. هذا كله تفاصيل في صراع أكبر حول الإرادات ومن يملك النفوذ في المنطقة، من الذي يؤثر. هل تصل الولايات المتحدة إلى اتفاق كما يرغب بايدن أو إلى مواجهة شاملة كما يرغب الجمهوريون وإسرائيل؟ نعم سيد الفضل، وهذا هو سؤالي الأخير، نحن لا نمتلك المعلومة ولكن نمتلك القدرة على القراءة على الأقل في هذه البيانات. الخبر الذي خرج من الدول الثلاثة في بيانها تحدثت عن بيان سري، لماذا استعمال هذه اللفظة في هذا الأمر؟
البيان السري؟ كلمة سري بطبيعة الحال أخي الكريم تعني أن إيران أن الغرب يتهم إيران بأنها لديها برنامج موازي للتخصيب بغرض تصنيع سلاح نووي. علينا ألا نغفل أيضا أن إيران أعلنت فورا بعد هذا التسريب أنها أن هناك خطأ ما وأن المسؤول في وكالة الطاقة الذرية الذي صاغ هذا التقرير قد فاته شيء مهم. وعندما اتصلت إيران بالوكالة وصححت لها الأمر قالوا نحن فهمنا الأمر الآن وأن هذا يعني الأمر ليس جديدا ولا يعد خرقا. هذه وجهة النظر الإيرانية التي لم يصدر بدورها أو بشأنها تأكيد من الوكالة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالتالي كلمة سرية هنا مزيد من الاستهداف مزيد من التصعيد حتى يمكن أن يحصل كل طرف على ما يريده. يعني هل يكون مزيدا من الإبهام وبالتبعية اتساع أفق التحليل والتخمين؟ بطبيعة الحال نعم، لأنه نحن الآن في يعني المنطقة يعني عز أو قمة التصعيد بين الجانبين والاستهداف والمباحثات المجمدة. وبالتالي في هذه البيئة ستنشط الأخبار والتسريبات والاتهامات وصولا إلى أن إذا لم تستطع أن تحقق أهدافك بالدبلوماسية فوقتها يمكنك أن تكون بصدد بناء بيئة مختلفة لتصعيد عسكري أشد.